إخواني وأحبتي في الله، هذه الدنيا دار نعيش فيها لحظات، لا أقول سنين ولا دهور، والله إنها لحظات. مات الملوك، مات الأحبة، غادر الناس، ذهب الرجال والنساء، مات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فاني الكل ولا يبقى إلا الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الكل يفنى، والكل يزهق، والكل ينتهي، والكل يضمحل، ويبقى الله جل وعلا الذي هو الآن معي ومعكم. فلنخلص النوايا لله، لنخلص النوايا لله، ولا نتأثر بكاميرات تنظر إلينا أو بناس يتابعوننا. يجب علينا أن نصدق الله في مقامنا هذا. عباد الله، في كل لحظة يغادر الناس إلى الله جل وعلا. اليوم ودعنا وغدا سنودع، اليوم ودعنا وربما نفضنا أيدينا من غبار القبور، وغدا سيكون غبار القبور على وجوهنا وأكفاننا. اليوم نتكلم وغدا يبكى علينا ويتكلم عنا. هذه الدنيا ظل زائل، هذه الدنيا اختبار وامتحان، هذه الدنيا لا تدوم لأحد. ذهب الملوك وتركوها، وسيحاسبون على كل كبيرة وصغيرة. ذهب الناس وما بقيت إلا أعمالهم، من صدق الله فيما عمل صدقه الله، الآن هو في قبره ينعم، ومن انشغل بالناس فوالله الناس ما يدخلون معنا في قبورنا، والله إن الناس لا يدخلون معنا في قبورنا. فاصدقوا الله جل وعلا فيما بقي من أعماركم. أسأل الله أن يلم قلوبنا على الإيمان ويجعلنا من أهل التقوى. أيها الفضلاء، اسمعوا قول الله وتأملوا عن تلك النهاية التي لابد أن تمر علينا عاجلا أو آجلا. يقول الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. الله أكبر. إخواني، أرجوكم أرعوا قلوبكم كلام رب العالمين، تأملوا كلام الله جل وعلا وهو يخاطبنا بهذا الخطاب. الله أعلم بنفوسنا، والله أعلم بأرواحنا، والله أعلم بما يصلح أنفسنا. فاستمعوا إلى كلام الله جل وعلا كأنكم أول مرة تسمعونه. يقول الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت. تأمل أنك الآن أنت مت، تأملي أنك أنت مت الآن، وخرجت روحك وأقبلت على الله. ثم تأمل هذه الآيات، وقف معها طويلا، وأنا أولكم. فإننا نحتاج إلى الله جل وعلا في تلك اللحظات. يقول الله: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار
وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إخواني لو أن واحد منا الآن هو في قبره فكيف سيكون حالي وحالك كل واحد هو أعلم كل واحد منا أعلم بنفسه أنا أعلم بأسراري وأنت أعلم بأسرارك ونحن نعلم ماذا فعلنا في الخفايا خفي عن الناس وما خفي عن الله جل وعلا أسألكم بالله تارك الصلاة الذي دفناه لو خرج من قبره الآن ماذا يريد تخيلوا تأملوا تذكروا تفكروا دفنا ناس لو أخرجناه الآن من قبره ماذا يريد أيريد الدنيا أيريد الأموال أيريد الزوجات أيريد أن يجمع الأموال وينشغل بالوظائف أم يريد فقط أن يتوب إلى الله جل وعلا إخواني إخواني وأحبتي نحن أحياء في مجال هنالك فرصة نستطيع أن نغير حياتنا وأن نقبل على الله جل وعلا الفرصة ما زالت وهذه الفرصة قد ذهبت عن ذلك الذي قبرناه